مين اكتر واحده بتقعد تتكلم في المعسكر؟ داليا، داليا مرشد، داليا ميتو. والله انت انت تتكلم ايه؟ تتكلم ازاي؟ يعني كلامك عامله راغي دوشه، عادي، يعني عامله عامله دوشه في دوشه. المعسكر. داليا، داليا، داليا مرشد. مين الفنانه اللي بتقعد تغني في المعسكر؟ دانا. هتغني جوه الملعب وبره الملعب؟ بتغني صوتها حلو جدا على فكره، ربنا يكرمك. لازم نقدم الزا فويس. بما انك انت البصير اللي بيعمل اعداد، لو نقطه النقطه دي تحسم المباراه كلها، النقطة ال 13 مين اكتر واحده تثقي انك تدلع، سواء منتخب او الزمالك؟ يعني لا بص، هو كل واحد يعني كل نقطة وعلى حسب يعني الماتش اللي فات. ما اخر نقطه، النقطه دي لو الفريق كسبها كسبت الماتش. هو والله على حسب اللي قدامي، ما هو برضو انا مش هينفع البسهم، فانا عشان بنبقى بنلعب على اللي قدامنا. يعني مثلا لو انا بالظبط. معايا اعلى بلوك هي ممكن ما تديها ليش، بس لو مثلا الناحية التانية البلوك قدامها ضعيف، حتى لو هي مش اقوى حد في الفريق، بس هي كده كده خلاص يعني حسب توكلنا الماتش. على الله. ايوه على حسب الماتش فعلا. يعني الماتش الاخير اديت الكرة للتلاتات في الاخر، ودي حاجة كانت جريئة قوي، مش اي حد يعملها فعلا. فبالنسبة لي دي حاجة مثلا موقف ماتش حصل، فاهم قصدي؟ ممكن في مرة تانية في وقت تاني اعملها بطريقة تانية، فهي على حسب السيتويشن جوه الملعب. طب احنا عارفين ان الرياضي دايما بيبقى محافظ على اكل، مين اكتر حد في المعسكر بيبوظ الكلام ده بالاكل؟ لا انا انا جنبي بصراحة متعهد التبويز الاكل. كل يوم يلا نطلب اكل، وكابتن احمد ياخد الاكل ويهزقنا. انا لو خسرانه اول حاجه بلجأ لها هي الاكل. اكلم داليا تحكي عن كمل. بجد انا الاكل بالنسبه لي اكتر حاجه ممكن خرجي تريح كم مود. اعصابي. لا هفضل متضايقه بس يعني اعصابي هتهدى عشان مش هاكل نفسي يعني. مين اكتر حد بيصور، يعني متخصص انه يصور الفريق، ده انا كل حاجة. الفريق كله جماعي ولا كل واحد لوحده؟ لا ممكن انا اصور وداليا، كل حاجة، انا وداليا اكتر اتنين بنصور، بس طبعا لازم انا ابقى اللي هو باخد كل الصور. ايوه مين اكتر حد في المعسكر بيبقى شادد على الفريق، اللي هو كأنه مدرب من اللاعبات؟ طب مؤخرا بقت الفرقة كلها شد على شد بعض. نفسها. شد بعض يعني، ما اقدرش اقول لك حد معين او ميتو لو حد معين في دماغها، بس انا بالنسبه لي فعلا فعلا ان احنا كل واحد شادد نفسه وبيشد اللي جنبه، وان احنا واثقين في بعض، وان احنا كلنا لا بجنب يعني كل ممكن واحد. يلاقي اتنين بيهزروا فتقوم، لا يا جماعة كلنا مبقاش هزار. احنا لا بقينا 18 مدرب. مدرب بجد دي يعني حقيقه. مثلا بتهزر واحنا رايحين في الباص وكده، بصه واحده خلاص كله بيفهم، بس مش حد يعني متزعم الموضوع، لان هو اوريدي احنا خلاص كبار وكل حد عارف المسؤوليه اللي علينا، فكل حد من نفسه بيلم بيحترم نفسه. نفسه. مين اكتر واحده اللي تحس ان هي كان، يعني مهما كان الماتش صعب هي مش في دماغها اي حاجه، وفي الملعب طبعا بتبقى كويسه يعني، بس بره تحس ان هي مش حاسه بقيمه الضغط بتاع ده انا الماتش برضه؟ بطريقه انا لو عملت زي هموت، ما اقدرش العب نقطتين ورا بعض. مع ان في الماتش بيبقى باين انها مركزه ما هو عشان كده ايوه، ما بتتكلمش خالص، يعني بتتكلم في النطاق المحدود، مش كلام على الفاضي يعني. هو دي بتبقى ميزه بصراحه، بس دايما الناس بتبقى شايفه وشها كده ما بتتكلمش ببص خالص، في هي اللي حتة قاعده غير بتتكلم ما عادي. بتكلم عادي فعلا. طب مين اكتر لاعيبه ممكن تعطل الفريق بسبب انها واقفه قدام المرايه؟ مريم مصطفى وداليا. ممكن مريم مصطفى فعلا. داليا صح. ايه اصعب ماتش عمرك هتنسيه في حياتك؟ انا الماتشين، انا عندي ماتشين، السيمي فاينل بتاع كينيا، بتاع غانا اللي فات، بتاع الالعاب الافريقيه المنتخب. بجد ماتش صعب قوي، طب ليه السيمي فاينل مش الفاينل؟ عشان عشان هو السيمي فاينل كان اهم، اقوى. لو خسرت من السيمي فاينل مش هتطلع بالظبط، فاينل. وخصوصا كمان ان احنا ساعتها كنا خسرانين 2-0، 2-0 خلاص، ماتش اتقلب، ماتش من 2-0 3-2 في اجواء غانا. موضوع كبير قوي نبقى نتكلم فيه بعدين، بس هو موضوع كبير قوي. غانا دي كانت اجواءها صعبه قوي، فالماتش ده بجد علم معانا كلنا، خصوصا ان ده اللي خلى الفاينل بالنسبه لنا مش هقول لك سهل، بس ما كانش بنفس الصعوبه بتاعت الماتش السيمي فاينل. والماتش التاني طبعا اللي هو الفاينل الاخير ده 3-2 برضو ضرب نار لحد الاخر. أصعب جمهور لعبته قصاده، بما إنكم بتسافروا كتير، كينيا، كاميرون، غانا، الجزائر، تونس؟ انا بالنسبه لي الجمهور التونسي،
بالنسبة لي أنا ما لعبتش مع يعني ما طب لعبتش بالنسبة بجمهور اللي انت لعبتي بره ما لعبتيش بجمهور؟ لا لعبت بجمهور غانا كاميرون. والكاميرون الكاميرون لا غانا ما كانش احنا كنت في نفس يعني هو كان الصالة متقفلة بس انت بتلعب يعني في حاجات تانية مؤثرة يعني انت مش مركز مع الجمهور خالص. النفس كان صعب قوي قوي. انت محتاج سيرفايل. مش مكيف؟ لا كانت مكيفة بس هي الرطوبة كانت عالية جدا 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 ورمضان وصيام ولا كانت صعبة قوي ومية سخنة نار يعني مفيش حاجة قادرة تساعدك انت بقى ونفسك يعني. طب كل واحدة فيكو تختار للتانية لو مش بتلعب فولي تبقى مميزة في لعبة ايه؟ ميتو كورة. كورة؟ صح ولا لا؟ ممكن. هي بتحب الكورة يعني بتقعد تنطط بقى وبراسها وحاجات كده. دي صور. انت بقى باسكت؟ باسكت. شكرا على ثقتك العالية. اصل هاندبول يعني محدش فينا مهتم قوي بيها بس بنحب قوي الهاندبول بصراحة بنتفرج قوي يعني متعصبين قوي احنا في الهاندبول او في الالعاب كلها يعني دايما اي ماتش تلاقي الفرقة كلها قاعدة بتتفرج. ايه اغرب موقف حصل لكم في سفر؟ الاكل طبعا طول ما فيش سفرية واحدة مع النبي او منتخب الاكل فيها كان كويس. احنا دايما بنسافر مثلا ب30 علبة تونة ما بناكلش غيرها طول البطولة بصراحة ايا كانت البطولة كام في يوم. في دولة مثلا بيكون فيها حشرات حيوانات؟ الدول الافريقية كلها انت بتصحى على برص تنام على سران. فور مش كده بقى انت قاعد طول الوقت خلاص جالك مناعة. مين اكتر حد بيعمل مقلب في المعسكر؟ احنا ما عملناش مقلب خالص ما كانش عندنا وقت كان كل ضرب ضرب مش شايفين مش وقت لان طب عموما مش لازم السنه دي يعني بشكل عام كده ماي يا لهوي على مويه بارده مش طبيعيه. ايه ابرز مقلب عمرك ما تنساه ولا مره اقنعتنا ان خالها ملبوس وان هو يعني بقى كلنا بنتلبس دلوقتي وتعرف تحبكها قوي يعني وانت صدقت؟ طبعا في ناس بتعيط وتقوم تجري وكده وهي بتعملها كل مره مع حد مختلف وبيصدقها. بلد سافرتوها فعجبتكم ان البلد دي ما كانتش في دماغي بس طلعت كل البلاد اللي سافرتها ما كانتش في دماغي بجد يعني بس واحده منهم بقى شدتك ان هي دي بلد دي حلوه جدا فلو عايز اجي تاني من غير فولي ما بص هو بلد. انا كان ممكن اقول غانا علشان هي بجد كانت ممكن تبقى حلوه بس احنا ما خرجناش في غانا خالص ما لحقناش. رحت مدغشقر ما خرجناش برضو مع ان الناس بتبقى عايزه تروح الاماكن دي سياحه يعني مدغشقر كينيا سياحة ممكن انا رحت كينيا وكانت حلوه كينيا برضو الناس بتقول عليها حلوه قوي ونظيفه انضف بلد افريقيه رحتها باقي كله سلوفينيا صراحه برضو لما رحنا كانت لذيذه قوي المعسكر بتاعها سلوفينيا اوروبا بقى اوروبا سربيا كمان كانت حلوه لو هنتكلم على اوروبا فانت كده كده عارف ان هي دولة بالظبط فمش فرق هي بس البلاد الافريقيه هي فعلا اللي علشان بنتعب قوي هناك ففي كل بلد بقى على حسب كل حاجه وليها مميزاتها يعني. مين جوجل الفرقه اللي هو احنا مسافرين دوله كذا مش شايلين هم اي حاجه عشان معانا فلانه هي اللي بتعمل سيرش على كل حاجه ده انا وداليا ولا مش شايلينها مهمات كتير مش انا خالص لا انا بمشي وراهم. لا هو كل بلد على حسب احنا رايحين ايه يعني في بلاد مثلا بيبقوا محتاجين حد يتكلم فرنش فمثلا في المنتخب كانت بتبقى زينه معانا في النادي كانت بتبقى فريدة عسقلاني ونوران دول مثلا لو حد محتاجين ان احنا نتكلم خروجات والحاجات دي انا بحب اكتشف قوي. اكتر حد بيبقى مسافر اهم حاجه الشوبينج اصل بص احنا الشوبينج بالنسبه لنا واحنا مسافرين ساعتين يعني لو البطوله 15 يوم احنا لينا ساعتين في ال 15 يوم انزلي بسرعه يلا اجري ورا نفسك هاتي اي حاجه تلاقيها وامشي فعمرنا بس في حد بقى ممكن يقول لا الساعتين دول عودهم احسن ولا كله بينزل على حسب البلد لو بلد في اوروبا لا طبعا بنجري كلنا نشوف بس لو افريقيا لا يعني بنبقى عارفين كده صراحه مره لما كنا في اليونان سافرنا معسكر معايا في اليونان مع المنتخب كلهم نزلوا شوبينج انا نزلت اشوف البلد صح كنا قاعدين في حته يعني عاصمه هتروحي بقى دلوقتي هروح اكتشف بقى بقيه البلد مش ما كناش في اتنز يعني عشان حاجه تبقى تحفه يعني فكان عندها حق بصراحه احنا رحنا ما عملناش حاجه. طب في حاجات دايما بتبقى ممنوعه في اي معسكر يعني على حسب طبعا مدرب على حسب جهاز فني في بيمنع موبايلات في بيمنع اكل في بيمنع مين بقى اللي بيبقى متخصص انه هو يهرب الشيء الممنوع ده؟ لا مستحيل ما نقدرش يعني لو قررت ولا عشان لا لا والله لا هو مثلا كابتن احمد فتحي اكتر حاجتين بيكرههم الاكل من بره والموبايلات السوشيال ميديا فاحنا بالنسبه لنا يعني مثلا اول بطوله اللي فاتت دي كان عايز يسحب الموبايلات من اول يوم في المعسكر
فاحنا قلنا له يعني لو لقيت حد ماسك الموبايل اسحبه. فكنا بناخد بالنا قوي بقى ان احنا على الاكل وكده ما نمسكش الموبايل، واحنا في الباص ما نمسكش الموبايل عشان ما يسحبوش مننا. والاكل بقى من بره كان طبعا بالنسبه له ممنوع، انت في بطوله ولازم تستحملي اجواء البطوله ايا كانت ايه. فاحنا كنا قاعدين في اوتيل يعني الاكل فيه ما كانش احسن حاجه، فكنا بنبقى عايزين نطلب اكل وهو برده كان بيبقى منها. بس انا ممكن اقول نوت صغيره، احنا الاكل اللي كان بيجي من بره كان بيبقى فراخ مشويه، يعني انت فاهم البؤس اللي احنا وصلناه عشان الاكل كان وحش جدا. احنا البؤس اللي وصلنا له ان احنا خايفين ان احنا نبوظ اكلنا، بس في نفس الوقت احنا عايزين ناكل اكل كويس مش فاست فود. على فكره دي من الصعوبات اللي كانت في البطوله بجد. احنا مره يوم السيمي فاينل رحنا نلعب كينيا لقينا كشري في الاكل، كشري ومحشي كل البطوله بقى كانت كده. واسمها ايه اللي بالبتاعه دي عامل لنا ايه اللي كانت بتدقه كشري؟ لا غير الفته. عمل لنا فته يعني فتة. انت عملت كل حاجه ما ينفعش تتك. ساعتها بقى كان في مشكله يعني ان هو احنا رايحين نلعب سيمي فاينل ومحتاجين فراخ مشويه وكده، فهنا بقى سمح لنا نجيب اكل على ما عملوا لنا يعني الاكل ده بعدها. طب كل واحده فيكم تقول مين اللعيبه اللي هي لو قالت اي حاجه فهي مصدقاها ايا كان، يعني هي ماشيه وراها من الاخر، اي حاجه هتقولها لك انت معاها. انا بالنسبه لي فريد عسقلان على حسب الحاجه ومصداقيه القرار هيطلع منين، ممكن ما يبقاش حد من البولي خالص. مين اكتر حد بتقعد تتابع كوره لدرجه ان لو في ماتش في نفس الوقت بتاع هتلعب تبقى دماغها مشغوله بالماتش؟ انا كنت كانت كده بطلت خالص كده. ممكن ما اعرفش اي حاجه عن الكوره بقالي سنتين وشويه. لا احنا ممكن اللي نكون كلنا بنتابعه الرياضات التانية. لو في هاندبول بيلعب، لو عشان اصحابكم ولا لا عشان يعني انا مش عارف يعني انا بحب ما حدش مهتم بالكوره خالص في الفرقه، فاغلب اهتماماتنا كلها بتبقى العاب صالات. العاب صالات اذا كان كوره، قصدي اذا كان هاندبول اذا كان باسكت كله. يعني الابلكيشن المفضل في السوشيال ميديا لكل واحد؟ انا تيك توك. انا بحب انستغرام، يعني انستغرام بجد بالنسبه لي بعمل عليه كل حاجه يعني كله وسناب شات بقى. مين اكتر حد بيفهم في التكنولوجيا؟ يعني ممكن انا شويه على حسب برضو الحاجه، يعني مثلا لما كابتن احمد كان عايز يغير حاجه في التليفون بتاعه كده يعمل الارم او كده ظبطته له يعني الارم كله تحت السيطره. ما عشان هو سامسونج مختلف يعني ايفون، فمش اي حد بيعرف يفهم.